هذه حكاية جديدة ما حكاهاش العربي. نص عماد بن حميدة، مونتاج وإخراج محمد بوقطايا، تقديم محمد السياري. يحكيوا على واحد تحونجي يسترزق من رحيان النعمة، كسيبته جاروشة كبيرة وجيدو. وهك الجاروشة ما يخفكم شي، هي هك الرحال حجر المدورة تاع جدودنا، هذيك هي اللي كان يصور بيها الخير والبركة. حتى لين المراوح متاع الريح والماء بداو يكثروا في هك البر وطالعين كل فقاع في كل بلاصة. وبعد ما كثروا هك التواحين متاع الريح، المسوار متاع هك التحونجي الضعضع، ولا عاد يدخل لا ريال لا ناصري ولا قفسي. ايش باش يعمل العمرو؟ كركرها وحطها ورا دارو تحت كرمة، ومنها جبد فاس نظف ومضاه وقال ما ينفع فيها كان لحطب، برا نولي حتى بخير من اللي نموت بالشر. وهذاك هو اللي صار، حتى كالفاس على كتافه وقصد ربي مشى للغابة. بدا يدور يدور حتى لين قمر شجرة باهية، وشرع كالفاس بيده لفوق وجا هابط عليها. هو هود على كالشجرة بالفاس وخرج له واحد من وراها، فجعوا فجعة عمره قريب يموت. اغزر له خزرة تجمد العروق في الدم، ومنها قال له اش حللك من ربي يا ابن آدمي باش تقطع شجرة؟ لو كان أنا فلقت لك الطاسة متاع مخك يرضيك الشيء؟ هكا الطحونجي اللي ولا حطاب تفجع فجعة كبيرة، وهكا الخليقة المبعضة بدا يضحك في ضحكة غريبة من قاع قرجومته. هرب العصافر من عشوشهم وما تسمع كان في الجوانح متاعهم فرفر. هكا الحطاب لحمه قشعر ومكنته الرعشة وسقيه ولا تلعب في اللماليف، وكي ثبت مليح في هكا المخلوق زاد ترعب. يلقاه لحمه بكله أحمر تمطومة، عينيه دايرين باللكحل وزاعزين تقول محرقس كأنهم بلا فسوس، وذنيه كبار وطوال ومذبين، وما عندوش يساقين كالعباد، عنده حوافر كيما الخيل. الفلاح بدا يتمتم وحده قال منين طلع لي هذا؟ ومنها هكا المخلوق قال له علاش تضيع في وقتك يا ابن آدمي؟ نهار وما طوله وانت تحطب باش تصور حويجة وفي دارك تكساب كنز كبير. الحطاب بقى يخزر لهكا الحمريتي، ما فهمش الكلام متاعه، ومنها قال له على ما كنز تحكي يا مخلوق؟ ومنها قال بينه وبين روحه هذا 100% يقصد هكا الجاروشة. مختصر الحديث هكا المخلوق ما خليهش يخمم برشا وقال له لو كان تعطيهالي راني نردك غني وما تعرفش طرف خلاكوين. هكا الحطاب ما خممش برشا وقال له خوذها من توا حلال عليك والسماح بيناتنا. الحمريت يتبسم من الوريد للوريد وقال له لا يا ابن آدمي، أتوا نرجع لك بعد 3 شهور بالضبط وناخذها. ومنها غاب وذاب تقول أرضه كانت له بلاعة. هيك الحمريتي كما قلنا لكم غاب وذاب، وانهارتها الحطاب ما عادش عنده قوة باش يخدم، حتى كالفاس على كتفه وروح يدلوح في ساقيه. ووقت اللي قريب يخلط للدار يشوف في مرته جايته تجري من بعيد حافية عريانة. بقى يتسائل شبيها المرأة؟ شنو اللي توت عليها؟ ومنها قللها اش فما يا بنت الناس هكا قريب تشتح بالمحارم؟ مرته قالت له ايجا شوف يا رويج لي شنو اللي صاير في الدار. ومنها تحتفت قدامه ومشيت تجري، وهو خلط عليها وداخ في أمره. الدار يلقاها بنية سكت صغير، دنيا أخرى، مكسية زرابي علجية على كل حيط، كراسي بالمبر وثريا هابتة دمعة دمعة من السقف، والشي يولعج من كل شيرة. الفلاح خج في مخه قال هذه هاي ولات دار أكابر، فهمني يا مراه شنو اللي صار. مرته قالت له
ما زلت ما عندك ما شفت يا رويجلي. وبدأت تحل في القجرات وتخرج في الشيء، شرك جوهر، سلاسل بالديامونت، شيش خان، خيالي مشبك جوهر وديامونت. الراجل بكمه ما عادش ينجم يتكلم، ودوب ما تلفت يلقى الخزاين معرمة بالجبايب الحرير والكتان والقرمسود، وغادي عاد لعبت عليه الدوخة. يا مراشني هذا راني باش نخرج من عقلي. مرته قالت له ما زال الخير، ومنها دخلت البيت بكل أخوابي. قالت له دل يدك في واحدة منهم. هاك الفلاح دل يده وجبد حفنة لويس، ووقتها تعه ما في عينه بلة، ورست لها تجيب له في مفتاح ذكر. هاك الفلاح فاق من غيبوبته، ومن عقال يحيي من أحياني ويقتل من قتلني. وزاد اسأل مرته، قال لهاش فما فهمني في الحكاية، منين جاء الخير الكل. مرته قالت له علمي علمك يا راجل، ومنها هو حكالها عليك الحمريتي اللي طلع عليه من وراء الشجرة. والمرأة بالوقت عينيها برقت وقالت له هالحمريتي اللي تحكي عليه راهو جاني حتى لوني، ريته بعيني الاثنين وراء الدار يتبع في بنتنا بعينيه وهي قاعدة تحت الكرمة كعادتها. ما تقول هالكلام، قال لها. قالت له ينعم، وراه وقال لي بصوت موحش يكمل عليك بهالسبية، يكمل عليك بهالسبية. وعلت الفيتي نلقاه مشى غاب وذاب، ويا مولى بيتي راه الخوف ما تنحالي لما جيت انتي، منظرو يرعب ويخوف. الحطاب بحكم اللي هو شافك الحمريتي وحكى معاه قال لها ايش عليك فيه، مدام ربي اعطانا خيره البنية بنتنا تو يجي مكتوبة. المثل ما هو يقول يعطينا جار بلا عينين وسترة يوم الدين. وهك الحطاب الجار متاعه عنده مرأة نسناسة ما تحب يفوتها شيء، وشافت هكا الدار العزيزة وسمعت بالخير اللي ولا فيها كالحطاب، رمات سفساريها على راسها ومشات لمرته، وشافت هكا الضخامة والدبش والخير والخمير، ولات شي تزغرت في جرة بعضه، وتزغريتها متاحة وصلت للجيران الكل. مختصر الحديث هكا الجارة روحت لدارها تفحل بالغزول وقالت الرجلها أحياتك كاملة مريت من وجهك كان الكبي، وانتي النهار وطول وشادد لي جنبي كالزير لمتكي، لا تضحك لا تبكي، أصحاب السعود لا ريحة حط بلهم، مش كيفك سعدك مكبوب مقلوب مسلوب. ها هوك جارك خير منك، جاء واحد اخذها من عنده الجاروشة وخلاه غارق في الذهب واللويز العينيه، ابكي على همك وانتي لا تبل لا تعلك الحنة في ساق البغل. هيك الحطاب ملي ولا ميسور ومن أصحاب الثروة انسى الوعد اللي صار ما بينه وبين هاك الحمريتي. وعلاش ما تقولش نهار من نهارات وهو قاعد في الجنينة بتاعه نافورة تهرهر بالماء ونوار على كلون يا كريمة، وأجار تتدرجح بكل أنواع الغلل، وإذا بيهاك الحمريتي تنصب قدامه كالقضاء. الحطاب تفجع ومنها قال بينه وبين روحه أها شبيني نسيتو هالمخلوق، وقام وبداي مرحب بيه. والآخر قال له يا ابن آدمي ما تكونش نسيت الوعد اللي ما بيناتنا. الحطاب قال له ما نسيتكش يا صاحبي، هايك الجاروشة وراء الدار في الحفظ ولمان تستنى فيك. الحمريتي بدأ يضحك في الضحكة متاعه الغريبة اللي تهرب الطيور، ومنها قال له أما جاروشة تحكي عليها، أنا تفهمت معاك على الطفلة. أما طفلة؟ قال له الحطاب الطفلة بنتك، مش تفهمنا باش ناخذها. هاك الحطاب من اللي كان واقف تضرب جاي يدور وبرك، أنا في بالي تحب على الجاروشة مش بنتي. الحمريتي قال له جاروشة يا أخي أنت بعقلك ولا مزال منه؟ أنا أعطيتك الخير والخمير الكل على جاروشة.
ومنها مد يده البنت الحطاب وقال لها: إيجا سلم عليا، أنا راجلك. هكا الطفلة المسكينة تنطرت وجات ورابوها وقالت له: أنت راجلي وأنا باش ناخذك؟ يستحيل لو كان الموت ونقتل روحي، يستحيل. ومنها قامت تصيح: ما ناخذوش ما ناخذوش، ما كانش تو نقتل روحي. وأمها زادت سمعت الصياح متاع بنتها، خلطت ولسقت في بوها ولاو مكبشين فيه قريب يقطعوا له حوايجه. هكا الحمريتي الحكايه ما عجبتوش بالكل، ووجهه بدا يحمار يحمار حتى لين ولا كالنار، وعينيه شعلوا ولاو جمرتين عافيه والشرار يطاير منهم، وشعره زادوا قف وطلعوا منه زوز قرون كحل، وفمه تحل طاقه، وبانوا منه أنياب تقول سيوفة، وخرج منهم سرب متاع نحل، غم الدنيا حتى لين ولات كحلة ومعجعجة، والشي بدا يطاير، والسياح متاع هكا الطفلة وامها زاد قوى أكثر وأكثر تقول يوم الحشر. علاش ما تقولش هكا الجار متاع الحطاب اسمع بك الدنيا خايدة؟ وخرج ومشى طول دخل روحه في الحكاية. خزر للحطاب وقال له: هكا يا رسول الله توعد الراجل باش تعطيه جاروشة، وبعد ما غناك وغمك بالذوبات تحب الدور في الحياسة؟ ما يجيش منه هذا، حرام عليك. شنو معناه؟ عامل فيها سك تربح؟ الحطاب قال له: أما سك يعطيك سكة، المخلوق هذا ثرنته ما يحبش على الجاروشة، يحب على الطفلة بنتي باش ياخذها يعرس بيها. هاك الجار كيف فهم الحكاية قال له: إيش بيه يا أخي، أنت ما تحبش نعطيها له؟ الحطاب قال له: ما نحبش نعطيها له يا أخويا، وهي زادة ما تحبش تاخذه، وقالت ألف وعوذ بالله نموت وما ناخذوش. هاك الجار زاد قال له: كيفاش يا جاري؟ هكا تسلم في الخير والخمير اللي اعطاهولك على خاطر بنتك؟ الحطاب قالوا يهز متاعه ما عينيش السماح. وهكا الجار دوب ما سمع الكلمة هذه عينيه برقت وتلفت لك الحمريتي، قال له: أيا شنو رايك تاخو بنتي؟ أخزر لها هاي قدامك، وأشب من بنت الحطاب ومقدية ومرتوبة وتهنيك. هيك الحمريتي ابقى يخزر لها، قلبها من فوق اللوتة أجبته، ومنها قال لهاك الجار: بنتك باهية وحلوة ما تخيبش، ما لم تفهمين، والخير اللي كان عند الحطاب باش يولي عندك. الجار قال له: بالطبيعة، ما لبش تخليهولو، هيا نقراه الفاتحة. هاك الحمريتي قال له: لا يا ابن أدمي، احنا في سبرنا ما نقراوش فاتحة، أما من اليوم بنتك ولات مرتي. وهكا الجارة أم الطفلة قامت تزغرت فزعت الدنيا الكل. هيك الحمريتي شد بنت الجار من يدها وسبقوا الجماعة للدار. وهكا الجارة خزرت للحمريتي أول مرة بالقداء وثبتت في سقيه، ومنها طبست على مرت الحطاب قالت لها: اشبيه عنده ساقين متاع حسان. مرت الحطاب جاوبتها: يا اخي انت ما عقلتوش شكون؟ قالت لها: لا. الاخرى جاوبتها وقالت لها: مبروك عليكم الذريه الصالحه، هاكم وليتوا نساب الشيطان بقرونه وحوافره. كنتم مع حكايه جديده مع حكايه الاروي، نص عماد بن حميده، مونتاج واخراج محمد بقطايا، تقديم محمد السياري.